قبل ما تتفرج على الفيديو شوف هتعمل منشن لمين واعمل سيف للفيديو عشان انا واثق ان انت كده كده هتحتاجه. تعال نكمل بقى سلسله تاكل ايه في منطقتي ونشوف ايه هي المنطقه وهناكل ايه فيها. نبتدي باول مكان بقى الفطار، مطعم محمود رواش. ليه حكايه كده احكيها لكم في الاخر. اول ما دخلت المكان واسع، قاعده فوق وتحت، كل حاجه بتتعمل قدامك بقى. طبق الفول اللي من القدره وبيتحوك كده، طحينه وزيت وملح وبيتهرس، وقلب بقى يا معلم، وكل ده بقى ايه للسندوتشات. نخش بقى على البيض بانواعه. بيض بالبسطرمه وده طبيعي موجود في معظم المطاعم. ده بقى اللي بالنسبه لي اختراع، بطاطس مهروسه بالبيض المسلوق بيتحط كده على النار بالسمنه بيتشوح وبيطلع بالمنظر الجامد ده. وكمان عندهم بيض بالسجق. نخش بقى على الفول من القدره وبيتحوك كده قدامك وبيتحط عليه بقى زي ما انت عايز. اول حاجه بقى واول مره اشوفها برده، فول بالبسطرمه. وكمان عندهم فول بالبيض المسلوق بيتقطع عليه كده وبيتقلب وبيتحط عليه طحينه، وفي الاخر بقى رشه سمنه وبيطلع بالمنظر الجامد ده. ده بقى الفول الطبيعي اللي بالنسبه لي واكتر حاجه بحبها، فول بالزيت الحار، وكمان بقى لو طحينه وليمون يبقى بالزيت الحلو. خش بقى على الاختراعات الدسمه والمميته بالنسبه لي، فول بالسمنه وبيتشوح كده سجق مع دقه وبتتحط عليها كده. نخش بقى على الفول اللي تقريبا هم الوحيدين اللي بيعملوه، شويه دقه كده وبتتشوح وبتطلع بالمنظر الجامد ده. وكمان عندهم جبنه مقليه على الجريل شكلها حلو. كل ده بقى كنت مستني الطعميه تنزل سخنه والبطاطس والبتنجان، ويلا بينا. وده بقى المشروب الرسمي اللي مع الاكله دي. نبتدي باول حاجه بقى، الفول المفضل بالنسبه لي فول بالزيت الحار مع العيش الطازه، وعملت لقمه كده ويلا بينا بسم الله. طعم الفول حلو قوي مع التحويجه مع الزيت الحار ولا كلمه. شويه بطاطس بقى زي ما انتم شايفين لونها فاتح، الزيت نظيف، معلهاش توابل ملح بس، ومش شاربه زيت. شويه شيبسي، والطعميه بقى اللي كنت مستنيها سخنه مقرمشه من بره طريه من جوه، مش تخينه، رفيعه، طعمها حلو قوي قوي قوي. عملت ساندوتش كده بقى ايه، نص طعميه مع معلقه فول مع طماطم مع بصلايه، وده بقى ساندوتش درميت صغير كده طعمه حكايه. نخش بقى على الفول بالزيت الحلو، قلب كده الطحينه ويلا بينا بسم الله. طعمه كان حلو بس الزيت الحار اجمد بكتير. يلا بينا بقى على البيض بالبسطرمه، زي ما انتم شايفين شكله كده تحفه فنيه وطعمه كان جامد. ونفس الكلام بقى، عملت ساندوتش بس ميكس مختلف بقى، معلقه فول، بتنجانيه، شويه بطاطس، ويلا بينا. طعمه حلو قوي بس التاني بالنسبه لي مع البصل اجمد برضه عشان الزيت الحار. وده المشروب الرسمي بقى نختم بيه، شوب عصير قصب. بينا بقى نعرف حكايه مطعم محمود رواش. المحل من سنه 1914 اول ما اتفتح سلسله المحلات ابو جدي الحاج احمد رواش، يعني تقريبا كده من 115 سنه. لينا فرع 2 3، لينا ثلاث فروع في السويس. كل كوم بقى والحوار ده كوم تاني. احنا هنا بنشتغل بيض احمر، بنشتغل بيض بلدي، فالزبون حفظ هو من نفسه بيخش بيقول يا اما عايز بيض احمر يا اما عايز بيض بلدي، عشان ده اسلوب المطعم من زمان. احنا بنشتغل سمنه بلدي، الزبون بيبقى بيبقى شايف الفرش والصناعي هو شغال، ازازة زيت زيتون، ازازة زيت ذرة. بص الاسعاري هتلاقي الاسعار ولا حاجة، يعني انا الساندوتش عندي فول بخمسة جنيه. نخش بقى على تاني مطعم والاكلة الرسمية في المكان او المحافظة هنا، اظن كده الكل عرف المحافظة ايه او قربنا بمعنى اصح، مطعم اسماك الخليفة. يلا بينا. طلعنا وقعدنا ومسكنا المنيو، فتعال نشوف بقى هنطلب. وبعد ما بتطلب وقبل الاكل ما ينزل لك بينزل لك طبق جندوفلي كده، ده الويلكم بتاعهم. السلطات نزلت اول حاجة، العيش، سلطة الطحينة، سلطة بابا غنوج، واول حاجة بقى الجندوفلي. يلا بينا. عايز اقول لكم تقريبا ايه، ممكن تكون دي تاني مره اكل جندوفلي كده. يلا بينا نفتح كده. طعمها حلو، ننقنق كده اي حاجه لغايه لما ايه الاكل ينزل. اوحش حاجه في السلطات لما تنزل الاول بحس ان هي بتخلص وبعد كده بنخش على الاكل. بابا غنوج متحمس قوي. اكله سمك في المكان ده او في المحافظه دي بمعنى اصح اساسي. شوربه شكلها وصلت. يلا بينا. تسلم ايدك. عصره ليمون بقى وقلب وبسم الله. الحاجه مع بعض مستويه قوي. استغرب من الناس اللي بتطلب دي وكم، يعني هي وجبه اصلا، يعني هي لوحدها مثلا تجيب معاها سمك فيليه، تجيب معاها اي نوع سمك وخلاص خلصت. دي فيها كل حاجه، جمبري، كاليماري، كابوريا. ونزل علينا بقى بقيه السلطات، بس سيبك من كل ده بقى ونخش على المهم. ده طاجن ميكس جمبري بالصبيط وكاليماري ووايت صوص وش جبنه موتزاريلا. يلا بينا بسم الله. ايت صوص وايت صوص يعني برضه هتلسع. طعمها صايع مختلف. الوايت صوص كريمي قوي، يعني داخله كده سيك على البشاميل، مش صايصه. يلا بينا. جمبري مقلي، جمبري مشوي، كاليماري، وده الشعور بقى، يعني اجمد سمك تاكله مقلي، يعني سمك مقلي يعني شعور، ده اعلى حاجه، ده اعلى ليفل في المقلي يعني. عصره ليمونه بسم الله. اللي هيجرب الشعور المقلي مش عارف ياكل اي حاجه مقليه تاني، طعمها حلو قوي. خش بقى الكاليماري بالطحينه برضو بسم الله. وكان نفسي دي تقرمش شويه بس لطيفه، عشان بالنسبه لي تبقى مرمشه زي كده بقى. بص بقى
حجم الجمبري وسط، مقلي مقرمش كل حاجه. انا ممكن اكل في السمك ده جمبري بس انا هنا سيبولي شويه بقى. طحينه خش بقى على المشوي. طعم الشوي فيها كمان، بس انا بالنسبه لي الجمبري مقلي، يعني الجمبري مقلي او حطوا لي بقى في اي طاجن بقى والحاجات دي، هو معمول حلو بس انا لا اكله مقلي. ايوه كده يا عم، هي دي الحاجات. بسم الله تسلم ايدك. دينيس مشوي زيت وليمون، دي بقى حاجات من البحر الاحمر هنا يعني، دي تتاكل هنا في المحافظه دي تقريبا. انا اول مره اكل دينيس مشوي الصراحه. تشويحه الزيت والليمون وطعم السمك لوحدها اصلا طعمها حلو قوي. معرفش اكل السمك من غير عصره ليمون وطحينه، ده بالنسبه لي اكله حاف عادي جدا. خش بقى على ايه، سهليه مشوي برضه، دي حاجات ايه من البحر الاحمر من هنا بس. قصص قصص اوبا بسم الله. دي تتنقنا بقى، دي سناكس غاليه، سناكس نظيفه، سناكس فاهم، قول زي ما انت عايز تقول. واحده في الثانيه في الثالثه مش تزهق. جمبري باتر فلاي اقشر بسم الله. كده اجمد بكتير بقى. تبع الكابوريا في كبار وفي الصغيره، هي المفروض المبطرخه بقى زي ما انتم شايفين كده. اقسم كده. الصغيره دي بيقولوا عليها نت. خش بقى على الكبيره دي بقى، بيقولوا بقى مليانه لحم، الثانيه مليانه بطارخ. نفتح كده اوبا بسم الله. ولا كلمه، في حاجات نسيتها الصراحه من كتر انواع السمك اللي قدامي. رز بالجمبري بسم الله. ايه ده؟ تقريبا اجمد رز كلته في حياتي. فلفل وخضار وجمبري ورز صياديه، لا عالمي. ممكن اكل دي اكتر من الجمبري، مش متخيل ان في حاجه ممكن تعلي على الجمبري. والله العظيم. مع طماطم متبله، ده ميكس ابن لذينه ده. من الاخر بقى ارتب لكم كده سريعا كده اكتر حاجه عجبتني. السهليه رقم واحد، الجمبري المقلي حلو قوي، الدنيس المشوي يتاكل حاف من غير ولا ليمون ولا طحينه الصراحه. انا عمري ما تخيلت ان انا اكل سمك من غير ولا ليمون ولا طحينه، ده اكله عادي. المقلي خلاص بالنسبه لي دلوقتي الشعور هو المقلي بس. الباتر فلاي حلو لطيف، رز بالجمبري حكايه وروايه، قول زي ما انت عايز تقول. رز بالجمبري ما اكلتش زيها في حياتي. الشوربه وجبه زي ما قلت لكم، الشوربه دي عباره عن وجبه. الجمبري المشوي ماليش فيه. كابوريا حلوه قوي، عجبتني النت عشان من البطرخه كبيره حلوه ولحمها كتير، بس انا ليا في البطارخ اكتر الصراحه. بس اوفرول كل حاجه مظبوطه. يا بحر يا احمر. وعاملين عرض سعره حلو قوي، خدته وانا ماشي ب 100 جنيه رز بالجمبري مع سلطات وثلاث سندوتشات حسب ما انت عايز بقى، جمبري صبيت وبرده معاهم سلطات، وختمت بقى بليمون نعناع. ما كانش ينفع امشي من المنطقه دي او المحافظه دي بمعنى اصح غير لما اعدي على مكان واحد صاحبي اسمه جي، فاتح ورا فندق جرين هاوس. طبعا القعده عنده بالليل اجمد بكتير، تلعب طاوله تلعب دومنا، لعبت شويه انا ومهند اخويا قبل ما امشي، وشربت قهوه عشان افوق وانا راجع، ومهند شرب اوريو. وكده بقى بقول لكم تاكلوا ايه في المحافظه الاقرب الى قلبي والاقرب الى القاهره في نفس الوقت، محافظه السويس. فقولوا لي بقى لو في حاجات تانية جامده نعملها في بارت 2.